خلينا نروح بقى للدوري والاهلي. ايه الاهلي ماله في ايه بعد كاس العالم للانديه؟ والله بص يا كابتن، اتحسدنا. يعني انت المباراه بتاعت ريال مدريد، يعني انت واحنا قاعدين طبيعي ريال مدريد، شوف ريال مدريد بيحتك مع مين، وشوف الاهلي هنا مع احترامي بيحتك مع مين. فلا، الاهلي كان لاخر دقيقه كان يد، ولكن النتيجه ظالمه. يعني اللي انت 4-1 في الوقت الضايع، كان 2-1 بالظبط، الماتش ماشي، وفي الوقت وانت الضايع يعني جونين. كان الواحد قاعد فخور. يعني سيبك طيب من اللي انا اهلاوي، يعني لو سالت لا احنا زملكاوي او اتكلمنا وقلنا اسماعيلاوي الكلام ده. بالظبط هتبقى انت قاعد فخور. لا، اللي النادي الاهلي بيلعب كوره زيه زي اي فرقه مع احترامي في اوروبا، لا واعلى كمان. يعني فاكيد يا كابتن هيحصل اخفاق طبعا بعد كاس العالم، لان انت بص يا كابتن، انت لعبت كام ماتش في وقت قصير جدا، ودخلت على مباريات افريقيا، دوري ابطال افريقيا، فطبيعي يحصل اجهاد طبيعي يعني. فالله يكون في عون اللعيبه. وغير كده وكده كابتن، انت عمال كل شويه تسافر، فطبيعي اللي يحصل. يعني بغض النظر عن النتيجه النهارده، حتى لو كنت كسبت النهارده، باين قوي ان اللعيبه مجهده. يعني باين قوي حتى القرارات اللي بتطلع من رجليهم، الموضوع لا يعني باين قوي بدنيا، مش واقفين مستهلكين يعني زي ما بيقولوا بلغه الكوره. فاكيد انت ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه ديت، اكيد يعني عندنا امل في ربنا ان الاهلي ان شاء الله يوم السبت يكسب القطن هنا، لاني هيصعب المساله لا قدر الله لو حصل اي لازم حاجه يعني. يكسب في الماتشات اللي جايه في افريقيا. فاكيد يعني هي دي طب قول لي بس يعني فنيا بقى، حلل لي القصه. يعني اتكلم النهارده الشحات ما لعبش، كان متعور، عبد القادر ما لعبش، علي معلول كان مريح، قفشه، ان ضغط الماتشات. يعني شايف فنيا بقى من النادي الاهلي ايه؟ يعني ايه اسبابك؟ احنا الحسد والحاجات دي احنا بنقولها كده ايه واحنا قاعدين مع بعض، لكن خش جوه الفرقه وقول لي ايه اللي بيحصل. ما هو بص يا كابتن، طبيعي باللغه العاميه كده يعني، طبيعي الراجل النهارده كان بيلصم بيلصم المراكز، يعني زي ما بيقولوا بالكوره كده. يعني اكيد اللي انا عايز اكسب بالناس اللي هي موجوده واللي هي شايفها بعيد، عشان انا داخل على مرحله صعبه قوي اللي هي افريقيا، فاكيد بريح الناس ديت، لان انت 3 ايام وعندك مباراه صعبه، مباراه حاسمه اللي انت لازم تكسب، لان انت في المجموعه بتاعتك لا انت الوضع صعب بالنسبه لك، عندك بند، فلازم تكسب تبقى 4 بند. فعندك مباراه بعد كده، يعني انت بتتكلم يا كابتن شهر 3 ده كله، انت عندك النادي الاهلي عنده ضغط مباريات في دوري ابطال افريقيا. فطبيعي يا كابتن ده بيحصل، مش هنقول روتيشن، ولكن الراجل على قد ما بيقدر بيحاول اطلع مركز واحط مركز، بحيث اللي عندي اللعيبه الاساسيه اقدر استفاد منها في المباريات الصعبه. فده الطبيعي اللي هو بيعمله فنيا. مشكله يعني في مشكله اللي انت كمدرب مش قادر توصل اللعيبه كلها تبقى مستوى واحد. تمام يا لعيبه دلوقتي اعلى من لعيبه، وده بيظهر لما في لعيبه معينه بتغيب او بتتعور او ما بتكونش موجود.